هكذا هي الحياة، تغيرت في حياتي بعض المفاهيم، فأدركت أن التجارب تعلمك من تحب، والمواقف تعلمك من يحبك، وإن الوضوح الشديد سيء، والغموض مطلوب، كما أيقنت أن خلف بعض الوجوه قناع، ولكل ابتسامة ألف معنى، وخلف كل سكوت ألف عذر، ولكل حنان قسوة، ولكل قلب طيب ألف صدمة. كما علمتني أن أجعل مسافة أمان مع من حولي، فإن لم نتفق على الأقل لا نتصادم، وأن التغافل رحمة كما أن النسيان نعمة. الحياة لا تؤلمنا عبثا، تؤلمنا لنكبر، لنتعلم، لتعلمنا أبجدياتها. علمتنا حجم كل شخص في حياتنا، وأن لا نصدق كثيرا ولا نثق كثيرا، لأننا قد نتعب كثيرا خلف تلك الحقائق. أخبرتنا الحياة بأن لا شيء يبقى ولا حتى هي ستبقى، وأننا سننتهي وسينتهي كل شيء يربطنا بها. هكذا هي الحياة، تحمل في طياتها الكثير من الأقدار، حلم يتحقق وحلم يتعذر، لقاء بلا موعد وفراق بلا سبب، لا البدايات التي نتوقعها ولا النهايات التي نريدها. وتستمر هذه الحياة، تستمر ونستمر لنلتقي في موعد آخر، وها نحن نلتقي في موعد آخر وفي فيديو آخر، في فيديو جديد على القناة. بعد ما كنت أيست يعني صراحة ما كنتش معولة نرجع نهائيا، بصح قبل ما نهضر واش راني حابة نقول في هذا الفيديو، حبيت نشكر البنات صحباتي اليوتيوبرز كيما مليكة، نسرين، فزفز، وأمينة، اللي حطوا لي تعزية في اليوتيوب، وبسببهم يعني عدد لباس به ترحم على الوالد ربي يرحمه. وشكرا لكل من ترحم على الوالد، كل سواء من صحباتي ولا متتبعاتهم ولا متتبعاتي أنايا، شكرا جزيلا، ربي يخليكم إن شاء الله. إن شاء الله ربي له لا يوريكم حاجة كما اللي شتها أنايا، لأنه صح صح ما كاش حاجة تكسر حنايا القلب كما وفاة الأب. مانيش نحوس نهضر على هذا الموضوع، مانيش نحوس نستهلكو في لي ريزو سوسيو نهائيا، لانه مهما عبرت، مهما قلت ولا بكي، مهم اي حاجه راح نديرها مش راح تتلحق ولو 0.01% من الشعور اللي حسوه يعني، ولا اللي حسيته انايا. ان شاء الله ربي، ان شاء الله ما تجربوهش، والله ما نتمناه لحتى واحد. طبعا المصائب لا تأتي فرادة. أنا أصلا قبل الوفاة تاع الوالد كنت منقطعة، بصح كنت محاضرة فيها وهذاك وقتها كنت منقطعة، لكن بطريقة أني كنت خادمة ياسر فيديوهات على أساس باش ننتظم ونولي مريقلة ونحط كل يوم شغل، كل مرة نولي صورت كمية معتبرة، وعلى أساس نبدأ كل يوم ندير مونتاج تاع واحد ونحطه باش نولي منتظمة ومستمرة. بعد ما كملت مباشرة صارت لي الكاتع الوفاة، ومن وفاة الوفاة احنا عدنا تقريبا، انا من وفاة جدي ربي يرحمه في 99 حتى البابا ربي يرحمه في 2021، يعني كانت فترة كبيرة ما عدناش فيها الوفيات والحمد لله. بس بعد الوفاة تاع بابا كانوا يسر وفيات من الأصدقاء، من جيران، من الأقارب، من مهم، عقبت سلسلة تاع وفيات كارثية، وكانوا عندي ظروف عائلية ثانية ياسر، معناها مش حاجة ولا زوج، معناها مريت بظروف في العمل، في الظروف صحية، حتى لحد الآن راني نعاني من فقر حاد للدم، يعني حتى وين لحقوا الأطباء يقولوا لي ديري لا ترانسفيزيون يعني زيدي الدم، بصح ما زدتوش، راني نعالج وبرك. وحاليا راني مريضة بالكورونا، نورمالمون عندي اوميكرون، نسأل الله العافو والعافية، ان شاء الله ربي يعافيكم كاملين وحده ما تتقس به. مهم يعني البريود هذه اللي فاتت كانت عندي شارج ياسر بحواج، ولو انه يكون عندي وقت فراغ، ولو اني نكون مثلا ماني ندير في والو، بصح النفسية ولو جسديا ساعات نكون مريحة، يعني النفسية ما تخليني ندير حتى حاجة. ديجا راكم تشوفوا هذا الفيديو مش أنا اللي مصورتها، مصورها الزوج الكريم في مقر العمل تاعو، بعث لي هذا الفيديو يوري لي وراه يخدم ضروق. أي هو قاع وقيله فيه واحد دقيقة هذا الفيديو،
انا طولته وحطيته وحطيت هضرتي عليه، يعني اصلا دوكا راكم تشوفوا بالك الهضره ماهيش قد قد، لانه ما كنتش معناها محضرت لها ولا مش معقوله نطلق هذا لا فيديو، شغل هاك عفويه ومن القلب وصاي هذا مكان. قلت لكم شغل بيريود هذه اللي فاتت، يعني بيريود كبيره راني منقطعه فيها، مام في الفيسبوك كاين ناس راهم يكتبوا لي لي ميساج وما نمنش نشوفهم اصلا، معناها مانيش مبرونشيه اصلا في لي ريزو سوسيو نهائيا. بس صح ساعات كي نشوف تعليقات هنا في اليوتيوب ساعات وين نشوفهم، ماش ديما نشوفهم، وليت حتى ما نتفرجش في لا في اليوتيوب لما نتفرج اصلا، ساعات وين تخرج لي نوتيفيكاسيون كيما هاك ياسر نفرح، وكاع اليوتيوبرز على بالهم بهذا الشعور كي يشوفوا لي نوتيفيكاسيون، سورتو من عند البنات اللي جاوني جدد. مرحبا بكم كاملين، كل واحدة باسمها، دوكا ما لا تحضروني الاسماء، زعما المره الجايه ان شاء الله باذن الله اذا كانت كها حتكون مره جايه وعد نولي نقول لكم اسماءكم هنا في الفيديوهات. دونك مهم مريت بظروف ياسر شينا، والله ماني نحوس يعني نحط لكم فيديو فيه طاقه سلبيه ولا، المهم شغل هاك ناذيكم نفسيا. بصح حسيت روحي شاتي نهدر وخلاص، يعني هي نورمال مقررت اني ندخل عالم لي ريزو سوسيو ولا السوشيال ميديا هذيا نبارطاجي معاكم حياتي، نورمال نبارطاجيها كامله بحلوها ومرها، ولو اني نقول لكم ما نشتيش النيجاتيف انرجي ولا نيجاتيف فايبس، نشتي نشارك وش هو بوزيتيف، ولكن الله غالب وش راح نديرو، مش حتى تكون الحياة ديما بوزيتيف ديما 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 تكون طلعات وهبطات. كاين ياسر ناس لقيتهم في جنبي ما كنتش متوقعتها منهم كثر خيرهم، كاين ياسر ناس كنت متوقعة منهم انهم يكونوا اول ناس وما كانوش، مهم صدمات صدمات صدمات، وكاين مهم ياسر مواقف صراولي ما نتمنهم لحتى واحد، وخلاص معناها ما كانش لازم الواحد ما يعمرش راسو وصاي. وقلت لكم مريت ثاني حتى بالمرض في هذه البريود الاخيره، مريت ببريود كبيره فيها مرض، مرض ماهوش خطير بصح تعبني شويه، ان شاء الله يا ربي ادعوا لي بالشفاء، ادعوا لي دوكا مرقت عليكم، ادعوا لي للوالد بالرحمه، ادعوا لي بالشفاء كذا، زعما علاش ما تدعوليش بالشفاء وادعوا لي للوالد بالرحمه يا ربي، ان شاء الله يا ربي يكون في الفردوس الاعلى يا ربي مع الانبياء والصديقين والابرار يا ربي والشهداء يا ربي يا ربي. مع انه من الحوايج اللي تريح وتطمن انه في جنازته كاع الناس شهدت له بالخير، وكانت جنازه مهوله ولو انها في وقت الكورونا، داتني الهضره ما نعرف واش قلت واش ما قلتش في هذا الفيديو، المهم الحمد لله تكونوا بخير وعلى خير، نتلاقاو في فيديو جايه اذا كانت راح تكون فيديو جايه. شكرا على المتابعه وخلاص هذه هي، ان شاء الله تكونوا ديما بصحه وسلامه يا ربي يا ربي البنات.